معقول هيك انا عامله اضحك صوره بشغله ليش؟ علي، انا اضحك كلام نضال احمديه في الجرس، تقول ايش معنى الصحفي يعني قرر ان هي ما صوت ويا لقاءات، ترى هي سوت لقاءات مع صحفيين ثانيين وصورت مع معجبين، ليش ما حطوا الفيديوهات الثانيه؟ اذا انا بسال سؤال نضال احمديه، لو كان في فيديوهات ثانيه ليش ما نزلتيها نضال في الجرس عشان لا 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 انا